السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، هانيه، كلشي مزيان، امور مزيانه، كلشي بخير. يعني اليوم ماشي باش نهضر لكم على واحد الفيديو، لا على واحد يعني شي مشاكل، يعني ديال الالكترونيك. هذا واحد الموتور، يعني هوندا اس اش 125 ولا 150، يعني لو موديل قديم، يعني بحال موتور الفارا اللي كان مسميه في المغرب ولا معروف عليها بفراشه. دوك هذا الموتور هذا كيكون فيه شي مشاكل، يعني على مستوى الالكترونيك ديالو. حكى عرفوا بان هذا الموتور عنده يعني البواتي ديالو ولا السيديه اللي هي هذيك كما كتشوفوا، يعني كتكون هذه البواتي هذه كتكون لاصقه في هذا في هذا لابومب ديال الليغ، يعني هذا لابومب اللي كتدفع الليغ. وحنا كنعرفوا هذا الموتور هو انجيكسيون، كنعرفوا لي موتور انجيكسيون بان عند واحد البواتي، ديك البواتي كتحكم ليه في جميع الامور ديالو، يعني باش كيدير امارش من لير، من ليسانس، من لا بريسيون، من لا تمبيراتور ديال الماء، من بزاف ديال الحوايج. هاد لي كالكيلاتور هادي اللي هي كنشوفو، خصوصا هاد لا مارك ديال الموتور داروا فيها، هي فيها لي كابتور، حيت كل موتور عنده كارت جرافيك، ولو عندنا واحد لي كابتور، مجموعه ديال لي كابتور، واحد المجموعه ديال لي زاكتياتور. لي كابتور هما اللي كيجيبوا المعلومات ليها، ولي زاكتياتور هما اللي كينفذوا الاوامر. دونك حنا ما غاديش نمشيو الا مشينا مثلا للفلتر ديال الليير، ما غاديش نلقاو فيه الديبيمتر. الديبيمتر اللي هو واحد الكابتور اللي كيعبر لنا الليير ولا بريسيون ديال الليير ولا تمبيراتور ديال الليير. يعني في هذا الموتور ما كاينش الكابتور، ما داروش في الفلتر، دونك داروا هنا في هاد البواتي هادي. تمام، دونك هادي الاكثر ديال الناس ما تيحلوهاش، يعني بحكم كتكون راكبه في بلاصتها ما كيحلوهاش، وهذا كيكون فيه مشكل. من هنا مشكل لارونتي، ما تيكونش موتور عنده مشكل في لارونتي، تيكون فيه مشكل ديال بزاف الحوايج، مثلا ديسكوت كذا. هادي دونك حنا هانت شوف هاد الموتور، يعني بعد ما حلنا ليه البواتي ديالو، يعني لقينا دابا مشكل ديال الليير اللي كتلاحظوا. يعني هذا الليير هذا كاين في الداخل، يعني هادشي دونك على هذا مشكل. دونك الكابتور ديال الليير هو هذا الديبيمتر. دونك هنا موتور بابيلون، يعني اللي كيعبر الفوليوم ديال الريجيم، يعني واش الموتور مكسيري واش الموتور ما مكسيريش. يعني هادي مشكله كبيره، يعني خصنا نبقاو ندير واحد لونتروتيا. دونك عندنا هاد الانجيكتور، هاد لانجيكسيون هذا، حتى هو من منفذ ديال الاوامر ديال الكالكيلاتور، يعني هي اللي كتعطيه شنو كيدير، شحال باش عطى، وشحال اللي ماشي، يعني هي كتحكم فيه. دونك عندنا هذا كابتور ديال الشابمون، يعني تيعبر لينا داك الغاز، يعني ديال لاسونت ديال العافيه اللي خرجات، كيقراه لينا، يعني باش كيعطينا شحال، واش الكالكيلاتور خصو يتنقص من ليسانس ولا خصو يزيد. عندنا هذه ديال لا تمبيراتور، يعني ديال الماء اوتوماتيك، هو اللي كيديكلانش لينا الفونديراتور، يعني وفي نفس الوقت هو اللي كيعطي كيديكلاري الكالكيلاتور، يعني شحال ديال لا تمبيراتور كاينه في الموتور. وعندنا هذا هو سيستيم لوجير، هذا السيستيم لوجير هذا هو نظام ديال المحافظه على البيئه. يعني كما كتشوفوا راه يعني عده مشاكل في هذا الموتور هذا، من بينها الكابلاج. هذا حتى هو كتكوموندي الكالكيلاتور، يعني بناء على المعطيات اللي جاوها من هذا الكابتور هذا وكابتور دلار، يعني ولا تمبيراتور اللي كاينه في الموتور. دونك هذا كيتحكم واش كيحبس لينا، واش كيسد ولا كيحل سميتو، يعني السيكلاسيون دي شابمون باش تدخل لينا الكاربي الموتور، باش تدخل لا شومبر دو كومبيسيون. وعاد عندنا هذا يعني كابتور ريجيم اللي هو معروف على سميتو، يعني هو هذا كابتور ريجيم، هذا هو اللي كيعطينا السينيال كوم كوا راه الفيروقان دار واحد روتاسيون ولا ما دارهاش. دوك هذا هو اللي كاين، هذا فيديو قصير يعني في التوضيح فقط، يعني ان شاء الله من القدام غيكون فيديوهات ولما كثار وكبار، وفيهم يعني مجموعه ديال الشروحات حول شنو هو لانجيكسيون، شنو هو يعني كل حاجه غادي نديروها ان ديتاي. يعني الحكم الوقت ضيقه، ويعني ما كاينش لي سباس بزاف، حاولت نختصر هادو
يعني كيكونوا فيها مشاكل بزاف هاد البواتي هادي، لان ما كديش فيها اي شيء عليه البلاصه ديالها. هادي علاش كيكون فيها مشاكل؟ حيت هي كيكونوا مجموعين فيها لي كابتور، يعني كاين لي كابتور اللي هما انتيغري كاين هنايا، يعني كاين فيها بحال كابتور لير لو موتور بابيلون هذا، يعني كيكون انتيغري فيها ما كيكونش على برا. دونك هذا هو اللي كاين. معكم عبد العالي بويلا كيحييكم وشكرا للمشاهدين ديالنا، ويعني كنقول لكم بان راه عندنا قناه في اليوتيوب يعني تاع سوسيتي بويلا موتور. كنشكركم بزاف وكنحييكم. السلام عليكم.